حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء التواصل يستمر. شوط ينتهي وشوط يبدأ بالجديد، شوط يبدأ بالمنافسة في هذا الصباح على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع شوطنا الذي أعلنت انطلاقته هو الخامس عشر مخصصا للقعدان اللقايا المحليات الأصايل. نذهب لكي نتابع المراكز الأولى المتقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذا الاندفاع. من ياتينا الواصل محمد بن شامس بن معتوق العامري، ولكن التسلل في هذه اللحظات المتقدم نبهان سهيل بن محمد بن عويضان العامري ثالثا، ياتينا الذيب صقر بن مفرح بن محمد بن ثاني الاكتبي يقدم لنا هذا الاسم، بينما في المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات الغادم هملول مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي على المركز الرابع. المركز الخامس من يصل في هذا الانطلاق؟ هذا هو الواصل بكل قوة في هذه اللحظات، وهذا الانطلاق مشكور حمدان بن حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي، يأتينا بهذا الأداء. وسادسا على الزاوية الأخرى المتقدم ظبيان محمد بن أحمد بن عكوي السلمي على سادس الأسماء. هكذا الأسماء الستة الأوائل في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور الجميل مع هذه اللحظات، حيث تواجدت هذه القعدان بهذه المشاركة مع النداء الأول في هذه اللحظات وفي هذا التنافس المثير. ما شاء الله تبارك الرحمن، نتابع هذا الأداء، نتابع هذا الانطلاق. من غير إلى المركز الأول؟ من بدل موقعه إلى صدارة الشوط؟ هنا يأتينا مشكور لحمدان بن حسين بن مفرح بن تويم الأحبابي، حيث يطلق لنا هذا الاسم على المركز الأول وعلى الصدارة في هذه اللحظات. بينما في المركز الثاني المتقدم هملول مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي قادما بكل قوة من خلال هذه اللحظات. الحرسوسي دائما يقدم جديدة من خلال هذه الأسماء لياتينا بهذا الأداء. المركز الثالث شعار بن عويضان ياتينا ثالثا ليطلق لنا هذا الاسم مع نبهان. نبهان حيث قدم لنا في هذا اليوم التيار، وياتينا باسم نبهان في هذه المشاركة. المركز الرابع على الزاوية الأخرى ياتينا الواصل محمد بن شامس بن معتوق العامري من خطوة الشوط الماضي، يقدم لنا الواصل على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم ظبيان محمد بن أحمد بن عكوي السلمي، ياتينا مع هذا الأداء الجميل وفي هذه المنافسة. الله 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 يا هذا الأداء، الله يا هذا الأداء الرائع
في مشاركة هذا الشوط وتحدياته، في مشاركة هذا الشوط وانطلاقته القوية. وين التحديات؟ وين الانطلاق؟ وين على المركز الأول؟ مشكور حمدان بن حسين بن فرح بن تويم الأحبابي يقدم لنا مشكور، ولكن غير بن حريز. بن حريز مع الكيلو المتر الأخير، بن حريز مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الحاسم الذي يطلق لنا هذا الاسم، يطلق لنا هملول. هملول يا هملول، مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، ولكن القادم بكل قوة، القادم الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري غير مع الصاعد، الصاعد يصعد إلى الناموس، يصعد إلى المركز الأول في هذا الانطلاق المثير. الله 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 يا هذا الأداء الجميل مع بداية الشوط، مع الصدارة والمركز الأول. هذا هو الصاعد على المقدمة، المركز الثاني شعار بن حريز، ثالثا بن عويضان، رابعا بن رشيد، الأسماء الأخرى، ولكن عودة إلى هذا الشعار الصاعد الصاعد الصاعد. روح روح الله وياك يا بن طماطم، روح يا محمد، روح روح يا أبو جسيم، روح. هذه اللحظات الأخيرة مع المركز الأول، مع الصدارة، محمد بن طماطم بن حمد العامري الذي يطلق لنا هذا الاسم على المركز الأول، على الصدارة، على مقدمة الشوط من خلال هذه اللحظات. تهانينا والناموس إلى محمد بن طماطم بن حمد العامري. سلام بوكسيم، سلام الصاعد، سلام يحمل الرقم واحد يا محل الصدف، وهو يحتل المركز الأول. المركز الثاني يذهب إلى وجود الثاني جميل سهيل بن حليس بن راشد الكتبي، الثالث يذهب بانطلاقة وتواجد طلوع علي بن محمد بن علي بن خميس العمري، بينما في المركز الرابع يذهب إلى وجود هناك الوصول من هملول مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. التوقيت 6 دقائق 26 ثانية.